حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاك. أنا كرار حباب، فاصل قصير ومنصة الفيسبوك، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث ومواضيع قد تكون متداولة بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. في اليوم العالمي للوظيفة اللي دائما ما يكون الترند في مواقع التواصل الاجتماعي والحديث أكثر عن هذا الموضوع، قام الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بندوة ومؤتمر وحوار ما بين الوزراء وموظفين الدولة الكبار حول هذا اليوم بالتحديد. بالصفحة الرسمية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ الدكتور همام حمودي يؤكد خلال المؤتمر التأسيسي الأول لمكتب بناء الدولة الذي عقد تحت شعار دولتنا قوتنا في معرض بغداد الدولي، قدمنا اقتراح إلى الأخ رئيس الوزراء لتكريم المتميزين في الجهاز الحكومي، وهو موضع اهتمام هذه الحكومة، وشكلت لجنة لمتابعة المتميزين في الجهاز الحكومي. اللي من خلال هذا المؤتمر اللي تكرمت من خلاله العديد من الشخصيات المهمة في الدولة مثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرة الاتصالات والكثير من الناس اللي يعملون، نؤكد دائما انه في حال نحاسب الأشخاص اللي ما يعملون بجد، ما يعملون لمصلحة البلد، ولكن في نفس الوقت مقترح الشيخ الدكتور همام حمودي هو الناس اللي تعمل يجب تكريمها، أقلها يصير حافز للبقية، وهذا هو الأهم في العمل، الأهم في السياسة المرسومة والموضوعة في العراق. هذا كان الموضوع الأول في الفيسبوك. موضوعنا الثاني في هذا المنصة، في هذه المنصة، يخص الحملات اللي تطلقها وزارة الداخلية مع حلول شهر محرم الحرام. وزارة الداخلية أطلقت حملة تحت شعار أصدقاء الداخلية، ينفذون حملة توعوية قبيل حلول شهر محرم الحرام في مدينة الكاظمية المقدسة، حيث شملت الحملة توعية المواطنين والقوات الأمنية بأهمية الحيطة والحذر أثناء مراسيم عاشوراء، وكذلك الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية والطبية اللازمة لضمان سلامة المواطنين. هذا هو البوست اللي كان من قبل وزارة الداخلية بخصوص الحملة اللي يعني نفذوها. طبعا هذه المناسبة كلكم تعرفون تصير بها حشود بشرية مليونية، ليس فقط من بغداد ولا من المحافظات، بل من دول العالم أجمع تجي الناس لهذه المناسبات. لذلك تكثيف الحملات من قبل وزارة الداخلية أمر مهم جدا، وعلى جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر بخصوص الكثير والكثير. شاهدنا بالفترات الماضية بالسنين العجاف اللي مرت أكو ناس حاولت تشوه هذه الشعائر، حاولت تسوي الكثير من الأمور، ولكن الناس الواعية، الناس الصح، هي تبقى متواصلة بالعمل الصح والعمل الإيجابي. هذا كان موضوعنا الثاني في هذه الفقرة. موضوعنا الثالث، الموضوع الأهم اللي هو شغل الرأي العام والترند مواقع التواصل الاجتماعي بالأيام اللي مضت. أكو برنامج معين في قناة معينة، هذا البرنامج كوميدي ساخر، فيه الكثير من الأشياء التي قد تكون متداولة بالسوشال ميديا، ولكن هنا الخبر اللي يقول موسم جديد من ولاية بطيخ،
كل يوم جمعة على قناة دجلة وقناتنا على اليوتيوب ابتداء من يوم غد الجمعة الساعة 10 مساء. هذا هو البوست اللي كان تم نشره يوم الخميس اللي مضى، وفعلا انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة على قناة دجلة الفضائية. ولكن شنو المشكلة؟ قد يتساءل البعض وين المشكلة؟ المشكلة الناس بالسوشيال ميديا صارت عندها فورة غضب كبيرة جدا. شنو اللي صار؟ قالوا لهم يابا يا جماعة الخير، أنتوا تتعمدون بهذا الشهر تقيمون البرامج الفكاهية والكوميدية، أنتوا تتعمدون هذا الشيء مثل ما تعمدتوا سابقا بوقت سابق بليلة العاشر من شهر محرم الحرام، ومطلعين أغاني على قناتكم. هنا كانت ردود الأفعال، وهنا كانت الصدمة خلينا نقولها. لذلك ولاية بطيخ عاد بموسم جديد قبيل حلول شهر محرم الحرام. خلينا نشوف التعليقات اللي كانت متداولة في السوشيال ميديا. التعليق الأول من مرتضى يقول: سؤال لوجه الله، المخرج ليش خلى انطلاقة هذا الموسم ويا انطلاق الشعائر الحسينية؟ حكام العصر الظالمين وما قدروا يبعدون الناس عن حب أهل البيت عليهم السلام ونصرة قضيتهم، وأنتم كذلك لن تقدروا بمثل هذه الأفعال. هذا التعليق الأول من مرتضى. التعليق اللي بعده من عباس يقول: صار لكم 7 أشهر متوقفين إلا بمحرم، يلا ترجعون إلا بمحرم. هذا هو كان تعليق عباس. علاء الطائي يقول: توقيت ممتاز مع بداية شهر محرم الحرام، ويضع علامة التعجب. هذا هو تعليق علاء. آخر تعليق من فلاح يقول: برنامج حلو بس وقت فاول، وأتمنى أن يكون غير مقصود. كنا نتمنى أن يكون غير مقصود، وكنا نتمنى أنه هذا البرنامج يعني بحلول شهر محرم الحرام أنه يتوقف، لأنه أكو الكثير من الأشياء والأمور اللي قد يعني يتساءل عنها بعض الناس. سيد علاء أتمنى أنه تنضم لنا، وأعتقد أنه الناس يعني اللي ثارت غضبها لازم يعرفون أنه هيك أشياء وهيك قنوات قد تكون يعني موجودة وتظهر بعض الأشياء في شهر محرم الحرام أكو بها غايات، وإلا يعني الكل يعرف شهر محرم الحرام هو قريب على الأبواب. شنو اللي خلاكم تطلقون البرنامج هسه؟ ما أعرف. طبعا هذا كان موضوع ولاية بطيخ. الموضوع الآن هو من الأنبار. صراحة ما أعرف يعني شنو أسولف، ولكن يقول: يطل على نهر الفرات شفل يهدم مبنى لبيع الخمور في الرمادي. تعرض محل لبيع الخمور بمنطقة الصوفية هذا اليوم إلى هدم بجرافة بعد دعوة. قيل إن عددا من الأهالي قدموها للإدارة المحلية بغلقه. هذا هو الشفل وهذا هو المنزل اللي يبيع الخمور ومطل على نهر الفرات. يعني سهم شهر محرم ومقبلين على شهر محرم والتتبيع خمور ونوب على نهر الفرات، والله كارثة. يعني همزين يعني همزين الشفل اجى ويعني هدم كل هذا البيت اللي يبيعون بيه وما يبيعون بيه. هذا هو من الأنبار. الآن لدينا فيديو أيضا انتشر بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف الفيديو.
يقال انه في نفق الزيتون في بغداد، بل يقال انه من تسبب بهذا الحادث هي امراه. لا نعرف مدى صحه هذا الموضوع، ولكن اكثر من 10 سيارات في حادث سير واحد في نفق في بغداد. سياره ورا سياره ظلن يتداعمن يعني بهذا النفق. ما اعرف شنو اللي صار بموضوع النفق، ونتمنى السلامه للجميع. واذا كانت الامراه فعلا اللي تسببت بالحادث، يعني اتمنى انه يعني تتعلم سياقه مثل ما يقولون، لانه بصراحه الموضوع يعني اللي مثل ما شفتوه اكثر من 10 الى 11 سياره، هذا الموضوع كارثي. هذا كان الفيديو الاخير في فقره الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، انتهت منصة الفيسبوك، فاصل قصير، ومنصة انستغرام. خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الانستغرام. هاي يعني بيت وقافية، ما ادري شو صحولها مع الشعر. المهم، بالحلقة الماضية استعرضنا وزيرة بالمالديف قررت انه تسوي سحر على مود الوزير الرئيس الحكومة المالديفي، تتقرب منه وتسوي له مناصب ومناصب. بس ما كان يجي ببالنا ابدا انه هذا الموضوع ممكن راح يصير بالعراق. وفي برنامج حصاد الايام الذي يبث عبر قناة الايام الفضائية، اسمعوا هذا التصريح. اعرف وزير فرح، كنت اعرف وزيرا، هذا الوزير ذهب إلى أحد دول المغرب العربي وبالتحديد إلى المغرب، وذهب إلى أحد العرافات في أحد ضواحي بغداد، وكان يدفع لها أموال كبيرة في سبيل أن تقرأ له طالعة. وحينما لم يجدد له قال لها: أنا مستعد أدفع لك ما تشاءين مقابل أن تعمل لي أي عمل يجدد لي ولاية جديدة من وزارة جديدة. وزير يلجأ إلى العرافة، هذا هو التصريح اللي أدلى به أحد الضيوف في برنامج حصاد الأيام في قناة الأيام الفضائية، حول وزير في الحكومة العراقية يذهب إلى العرافة. يا أخوان، ترى الموضوع والقرآن الكريم كارثي. هسه ليش تخلونا نحكي شغلات ما يعني واحد بعدين يتندم يحكيها؟ اكو ناس جاي يشوفنا، واكو خلف الشاشه مواطنين، ليش تخلونا نتلفظ باشياء؟ يعني انت شنو رايح العراف وفتح اطفال؟ شنو؟ تتزوج انت؟ رايح على مود شنو يعني؟ زين، على مود تصير رئيس وزراء؟ لو على مود تبقى بالمنصب؟ غير نفتهم. يعني انتوا شو، ما اعرف انتوا بهاي الامور، ما اعرف. يعني اتمنى انه يعني بصراحه مثل هيك مواضيع ما نشوفها بعد، لانه اذا اليوم راح للعرافه او الفتاح تلفال، يعني باكر عقبه يروح يعني الغيره ماكن، وانتم تعرفون الجاي اقصد. هذا كان الموضوع الاول في الانستغرام. موضوعنا الثاني هو طبعا مثل ما تعرفون بحلول شهر محرم الحرام اكو حملات تصير من قبل وزارة الداخلية، واستعرضنا هذه الحملات. ولكن اكو نصائح واكو امور الناس اللي راح يسووها يردوكم تعرفون شنو، يردوكم انه تحترمون هذا الشيء وما تكررون عليهم. مثلا اجى محرم، من تشوف واحد ينشر حزن وشغلات حسينية لا تتدخل، ما يخصك. ومن تشوفه مغير صورته أو حسابه هم لا تتدخل، ما لك علاقة، أنت ما يخصك، شي راجع له. لا تقول له ها منين هالإيمان هاي الأيام، قابل يعني تحاسب الناس، حاسب نفسك. وإذا كانت الناس تتغير بهذا الشهر فهذا احترام وتقدير ولقدسية الشهر. هاي شعائرنا اللي توارثناها وتعلمناها، وراح نظل متمسكين بهالحب للحسين وآل بيته. واضح؟ واضح. هذا اللي تم نشره
البيجات والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا شهر محرم الحرام، شيعة أمير المؤمنين عندهم الكثير من الأمور، الكثير من المناسبات اللي يقيموها، المناسبات الحزينة اللي يقيموها بهذا الشهر، فأتمنى من هسه على قولتهم ما حد العلاقة بحد، يلطم يروح للمجلس وين يريد يروح يروح، ما نريد نسمع أصوات نشاز تحكي وتسولف، لا أخوي سالفتك وكلماتك احتفظ بها لنفسك، ما أريد أقول لك غير شيء، احتفظ بها لنفسك وضمها، ما نحتاجها أبد، ما نحتاجها. هاي شعائر حسينية، الناس وشيعة أمير المؤمنين هم يطبقوها، فأنت شو تسوي أخوي؟ إذا تريد تكتب منشور حاول تكتب على الكوبا أمريكا، حاول اليورو، اليورو حلو به لعبات قوية يعني زين، أقلب الموجة، حاول تروح على الفن، أكو أفلام تراسة تنزل طبيعي ببعض الدول، يعني حاول تغير الموجة، ما لك علاقة لا بهذا الشهر لا بالشيعة لا بالمواكب، حاول يعني إذا تقدر. هذا هو موضوع النصائح. الموضوع الآخر هو دائما ما كنا نشوف سباح أو سباحة عراقية يحتل المركز الأخير، ونشوف التعليقات يقولون همزين ما غرق، الحمد لله ما غرق، ولكن الحمد لله والشكر الآن وبعد طول انتظار أصبحنا نشاهد مثل هكذا أخبار. أعلن اتحاد السباحة في العراق عن تأهل اللاعب حسن علي خليل إلى أولمبياد باريس لسباق 100 متر فراشة. أمنيتي أنا أعرف الفراشة شلون يسبحوها، ما أعرف بالمقلوبي، ما أعرف يعني شلون يسبح واحد بالمقلوبي، ما أدري، هو إحنا بعدل وقوة نسبح. فكنا نشوف إنه سباح عراقي احتل المركز الأخير والتعليقات همزين ما غرق، الحمد لله على السلامة، ما أدري شنو. أما هسه قمنا نشوف سباح عراقي يتأهل إلى أولمبياد باريس. نبارك لكل رياضيين اللي راح يشاركون بالأولمبياد ومنتخبنا الأولمبي وهذا الولد السباح وهذاك اللي يرفع مدري شنو هذا الحديد، ما شاء الله عليهم، ويا ريت يحققون ميدالية. يعني من الخمسينات مدري من شو وقت احنا هي ميدالية واحدة أخذناها، عبد الواحد عزيز الله يرحمه أخذنا ميدالية برونزية واحدة بالأولمبياد، من هاي لحد الآن احنا كل شيء ما عندنا، خاشوقة مات شاي ما عندنا بالأولمبياد. يعني اتمنى انه يتم يعني التركيز اكثر على هاي الرياضه، واذا ما عندكم رياضيين احنا عندنا، يعني عندنا ستابل كنترول مصطفى اوات يعرف يعني شويه يعرف يلاكم هيك شيء، ماكو يسوي هاي الفعاليات، يعني نتمنى انه يشارك بالاولمبيات، واكيد كل شيء ما راح يحصل يعني راح يروح ويرجع. بس يعني هذا كان موضوع السباح العراقي. الان لدينا فيديو من غزه، الكيان الصهيوني لا زال مستمر في هذه الأفعال ولا زال مستمر بالقصف على الأهالي والمنازل والمدارس وكل الناس. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتواصل. مدرسة كويس انت؟ مش عارف بشش سيارة هنا شباب يا ناس في مصر لا خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الفيديو من غزة وقصف الكيان الصهيوني للأهالي والمدارس والصغار والأطفال والمخيمات في غزة. الله يلعن الصهاينة، وما باليد من حيلة، ولكن الناس في غزة أصبحت تعاني بشكل كبير جدا. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. التعليق الأول يقول
مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال والجميع مشارك فيها بسبب التآمر أو التخاذل أو الصمت. التعليق اللي بعده هونست يقول فشل الكيان في حسم المعركة لصالحه عسكريا فبات يقصف المدنيين. والله صحيح. يقول ما عسانا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. خذلناكم يا أخواننا في غزة، خذلناكم والله يسامحنا. خلينا نشوف التعليق الأخير من محمود يقول والله لن ننسى، والله لن ننسى وسنأخذ بثأرنا مهما طال الزمن، ولنا معكم موعد لن نخلفه إن شاء الله، إلا أن نصر الله قريب، إلا وعد الله حق. هذا هو كان آخر تعليق بخصوص الفيديو اللي شاهدناه حاليا من غزة. الفيديو اللي بعده هو اعتصام صار في مسار في مطار مدريد. يعني خلي نشاهد الفيديو ونرجع نسولف. مثل ما شاهدنا في هذا الفيديو هو من مطار مدريد، الناس اعتصمت والناس قررت انه تسوي اعتصام والدعوة للحرية للفلسطينيين لمناهضة الكيان الصهيوني. اكيد البعض ما راح يقبل على هذا الاعتصامات. مشاهدين الكرام انتهت منصة انستغرام، فاصل قصير ومنصة اكس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا في منصة اكس. الهاشتاغات اللي تنطلق بهذه المنصة، عندما كانت سابقا تويتر وما اعرف ليش سموها اكس، تويتر احلى من اكس ب100 مرة. الخريجين القدامى اللي تخرجوا لحد الان يعانون، لحد الان يردون ويطالبون بوظائفهم او بتعييناتهم، ولكن لا احد يستجيب لهذه الشريحة. فقرروا أن يطلقوا هاشتاغ في تويتر تحت شعار التعيين مطلبنا. تقول شيماء لماذا هذا التهميش والإقصاء المتعمد في حقوق الخريج القديم؟ أعوام من الفساد والمحسوبية بالتعيين دفع ثمنها الخريجين القدامى، أجبرتهم على الجلوس قسراً وحرموا من فرصة التعيين وقلت فرصهم وأعمارهم بتقدم مستمر، فأصبحنا للخمسة وأربعين سنة ومنهم وصل للخمسين سنة نطالب بحقنا في التعيين، كفى تهميش وضياع لحقوقنا. ما أعرف يعني هم انظلموا، أوكي هم انظلموا، ولكن أنه طالب بالتعيين هسه وانت صار عمرك خمسين خمسة وأربعين سنة، ما أعرف يعني هو اعتقد اكو حد وظيفي للناس اللي تتعين، يعني يكون ما يعبر هذا العمر وما اعرف. خلينا نشوف التغريده اللي بعدها من فاتن تقول الخريجون القدامى يطالبون بابسط حقوقهم التعيين، ايعقل يتم تعيين الحديثي التخرج ويترك القدامى بدون تعيين؟ يصارعون الزمن ويعانون من الفقر والحاجة والعوز بدون حقوق ولا رواتب ولا امتيازات. مواطن متى تنصف تعبنا؟ نريد العيش بكرامة. الخريجون
مع من يكون معهم. هذه هي تغريدة فاتن. أما تغريدة حسين يقول على الدولة والمجتمع أن يستوعب جميع أبنائه ويؤهلهم للاعتماد على أنفسهم ويوفر فرص العمل المتكافئ للجميع، بمعنى أن لا يتم تعيين فئة وتهميش فئة الخريجين القدامى، لا يطلبون سوى العدالة. هاشتاق جاهزون، هاشتاق الخريج القديم أحق بالتعيين، رابطة الخريجين القدامى في العراق. ومنها ابتديت اسمك جملة صفة شنو هاي. يقول نطالب مجالس المحافظات بوضع نسبة من تعيينات 150,000 للخريجين القدامى، هذه آخر فرصة للخريج القديم بعد قرار الدولة لا توجد تعيينات لمدة 10 سنوات القادمة. أيضا لدينا حيدر الورد يقول، أو هدير الورد يقول أصبحت الأعمار 30-40-50 عاما وأكثر، وكلنا خريجين معاهد وكليات، متى نتعين ومتى نمارس دورنا في الحياة ومتى نتقاعد؟ لا ذنب لنا، أصبحنا خريجين قدامى، أعمارنا حرجة. نقاط مفاضلة ظالمة للخريجين القدامى. هذه كانت يعني آخر تغريدة بخصوص موضوع الخريجين القدامى. مشاهدينا الكرام، نتمنى من الجميع أن يتم إنصاف هذه الشريحة من الخريجين، لأنه بصراحة مهما عدى عليهم زمن هو بالنهاية يطالب بحقه. أما إذا ما لقيتوا له يعني وظيفة أو ما سمح هذا الشيء، لازم تخلقوا لكم أشياء يعني لأجل هذه الشريحة، ما أعرف، تعطوهم سلفة، تعطوهم فلوس، تعوضوهم مبالغ مادية، لو تجيبوهم تعال يا بروح افتح مشروعك الخاص وإحنا نمولك، ترى تقدرون كل شيء تقدرون، وهذا الموضوع واضح وصريح جدا. زين، فأتمنى أنه من الدولة الاهتمام بهم. مشاهدين الكرام، انتهت منصة الأكس، فاصل قصير وقصة الحدث، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في قصة الحدث. وقصة الحدث لدينا في هذه الحلقة هي مهمة جدا، لذلك الشعائر الحسينية ما حد يقدر يمحيها لو في أي مكان، لا قدروا ببعض الدول، لا قدروا بالعراق، لا قدروا بكل مكان. الترند اللي موجود بالسوشيال ميديا هو من الكويت. بالكويت هاي السنة من جت الناس وشيعة أمير المؤمنين تريد تسوي مواكب حسينية رفضوا. زين، من الرفاض ناس تقول الحكومة، ناس تقول البلدية، ناس تقول ما أعرف شنو. خلينا نشوف البيان اللي تم إصداره من وزارة الداخلية الكويتية. يقول على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع، الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أي شعارات على الحسينية، وعدم الخروج بمسيرات. سيتم إزالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات. وزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين. زين، يقول ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وتزامنا مع بداية شهر محرم وبناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء، توضح وزارة الداخلية أنه يتوجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام. طبعا بالمناسبة هذا الموضوع هو اللي صار
بشكل كبير جدا وترند في مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول وتؤكد الوزارة أن رجال الأمن متواجدين في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية. هذا البيان من وزارة الداخلية، تعب عيوني هذا البيان. خلينا نشوف الفيديو وراها نرجع نسولف. الوضع مزري والله. واويلا يا ابو واويلا واماما وحسينا. طبعا مثل ما شفتوا هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. النظام الكويتي يمنع شيعة الكويت من رفع الرايات الحسينية ويؤكد ويهدم المواكب الحسينية. يبدو ان الظالم ان الظلام الكويتيين يلعب بالنار وما شابه. المهم مثل ما شاهدتوا بالفيديو هذا اللي صار بالكويت، تم هدم المواكب، الناس جاي تتجهز حاليا للمواكب. ومعروفة بالكويت من زمان ان الدولة كانت تسمح بزمن رئيس الكويت او امير البلاد السابق، ولكن الان اكو شغلات جديدة صارت مثل هذا الفيديو. قاموا يفلشون هذه المواكب وما ترفع راية وما ترفع علم وما ترفع ما اعرف شنو. لذلك احنا يعني نقول لازم الحق، هو كمواطن الى حق، هاي عقيدته، هذا مذهبه، هو الى حق واكو موجود بالدستور، فاحنا ليش نسوي بهم هيك؟ ما اعرف. خلينا نشوف ايضا شنو عندنا في قصة الحدث. بيت يا ذبحة، بيت الحسين بيت يا ذبحة، الله ذبحة، قسما بالله ذبحة، بيت الحسين بيتنا، الحسين بيتنا، بيت الحسين بيتنا، ماكو احد يشعل بيتنا، بيت الحسين بيتي، بيت جدي، جدي الحسين موجتهم، الحسين تحتي. مثل ما شاهدتوا بهذا الفيديو مواطن كويتي تم هدم الموكب الخاص به، فيقول انه ويناشد الجهات المعنية. يعني بصراحة الموضوع صعب يا اخوان، الموضوع صعب. يعني انت ايش ما تسوي، ايش ما تطغى، ايش ما تروح زايد، بالنهاية انت ترى خلي ببالك فوقك رب العالمين. وبعدين هذا حق، هذا حق لكل مواطن، انه هذا مذهبه وهاي الشعائر ويريد يؤديها، فتليش تمنع منها؟ يعني تليش تمنع منها بدون وجه حق؟ يقول هذا مواطن كويتي، يقول كيف يمكن لمكون كبير في الكويت مثل الشيعة ان يوصلوا صوتهم للحكومة في ظل تعليق البرلمان؟ اولا بيان العلماء، ثانيا بيان الاكاديميين والناشطين مجتمعيا، ثلاثه تواصل الاعيان والتجار مع الحكومه، اربعه طبعا كل هذا غير مضمون. السهل والاسرع، اخيرا يقول السهل والاسرع والاكثر فعاليه هو التغريد المؤدب في السوشيال ميديا تحت شعار المواكب الحسينيه. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. طبعا احنا كل سنه نسال البلديه ونسال الاطفاء ونسال كل الجهات وناخذ موافقات للمواكب الحسينيه في شهر محرم الحرام. هالسنه نسال البلديه يقولون وزير الداخليه، نسال المطافي يقولون وزير الداخليه، نسال الداخليه يقول معالي الوزير معطي اوامر بأن إزالة المواكب الحسينية لشهر محرم الحرام.
إذا كان كلامهم فعلا صحيح فيعني ما أدري معالي وزير الداخلية شيخ فهد اليوسف، كل سنة الوزراء السابقين ما يقصرون مع المواكب الحسينية تعاون تام، يحطون شروط معينة بالنسبة حق الإطفاء وأدوات السلامة، وعشرة أيام يوزعون على بركة الإمام الحسين ويتوكلون على الله. الإخوان في كل مكان يعطون إنذار لمدة 48 ساعة، يا نطلع رخصة أو الإزالة إذا ما كانت مطابقة للشروط. الإخوان هالسنة حتى فرصة وإنذار ما أعطوا، على طول يكسرون الموكب. ما أدري ليش، هاي رسالة إن شاء الله توصل حق معالي وزير الداخلية، لأن كل الأمر يقولون بإيد معالي وزير الداخلية، غير وزير الداخلية ما يوافقون على أي أمر، التعليمات والأوامر كلها من وزير الداخلية. فإذا كان فعلا هذا الكلام صحيح فنتمنى من وزير الداخلية أن يحذو حذو الوزراء السابقين، الله يذكرهم بالخير. مثل ما شاهدت يعني هذا المواطن الكويتي يقول في زمن الوزراء السابقين وفي زمن الحكومة السابقة يعني ما كنا نشاهد مثل هكذا مواضيع، يعني فما أعرف شنو السبب، شنو اللي صار وهسه صارت الناس والدولة تفلش المواكب الحسينية وتحاول أنه يعني ما تقيم هذه الشعائر. لدينا تصريح سابق لأمير الكويت، هذول عيالي، كيف أخمد الشيخ صباح الأحمد نار الفتنة المذهبية في الكويت. خلينا نشوف التقرير. يقول بينما كانت رياح ونيران الفتن الطائفية والمذهبية تلف حول دول المنطقة واحدة تلو الأخرى، وقفت الكويت بحكمة أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سدا منيعا في وجه هذه الفتنة وأدواتها وألسنتها البشرية والإلكترونية على حد سواء. ففي 26 يونيو حزيران 2015 وتحديدا خلال أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك، تعرض مسجد الإمام الصادق الذي يرتاده المصلون الشيعة الموجود في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويتية إلى تفجير إرهابي أدى إلى مقتل 26 شخص وإصابة المئات بجروح. على الفور استغل بعض المتعصبين في الداخل والخارج منصات التواصل الاجتماعي الحادثة من أجل تجييش وتأجيج الرأي العام عبر محاولات الغمز واللمز المذهبي من باب استهداف مسجد شيعي بأياد وأدوات سنية أبان ذروة بروز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. ولكن الشيخ صباح ضرب هذه المحاولات الخبيثة في مهدها وكان لها بالمرصاد. هذول عيالي، وصل الشيخ صباح الذي أجهش بالبكاء إلى مكان التفجير الإرهابي محتضنا المصابين وأهل الضحايا، وأطلق عبارته الشهيرة هذول عيالي في لفتة إنسانية صادقة وذات دلالة واضحة لا تقبل الشك أو التأويل، بأن كافة الكويتيين سنة وشيعة متساوون ولهم نفس القدر والمكانة لدى قيادة بلدهم. الله يرحم الشيخ الصباح اللي كان مع الحرية وممارسة الحرية للتعبير للجميع، أما الآن في هذا الزمن أصبحوا الكويتيون الشيعة خصوصا لا يستطيعون أن يعني التعبير عن حزنهم أو إقامة المواكب. خلينا نشوف الفيديو الأخير. Yeah.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم كل الناس اللي توفوا بهذا الحادث وهذا التفجير، واللي يريد يمحي هذا الشعار ما راح يقدر. والله لن تمحوا ذكرنا، هذا هو كلمتي، هذه هي كلمتي اللي لازم تسمعوها واللي تعرفوها كلكم، اللي قالتها مولاتنا زينب عليها السلام. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاك، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في مال الله.